النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله. نهار اليوم ساد طقس خريفي قريب للاعتدال نوعا ما. انخفضت درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، سجلت العظمى في العاصمة عمان حوالي 30 درجة مئوية، يوم أمس سجلت العاصمة عمان 34 درجة مئوية، الفرق بين أمس واليوم كان 4 درجات مئوية. خلال الأيام القادمة يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أو تسجل درجات الحرارة المزيد من الانخفاض بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة وابتعاد الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت علينا خلال الفترة الماضية. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون كالتالي، هي انخفاض على درجات الحرارة وانحسار الكتلة الحارة التي أثرت علينا خلال الفترة الماضية، أيضا كما ذكرنا انخفاض على درجات الحرارة وطقس خريفي متوقع خلال الأيام القادمة بحول الله. ننتقل الآن وإياكم لصور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المتوسطة والعالية التي تشكلت في المنطقة الجنوبية البادية الجنوبية والمنطقة الشرقية، هي ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية عملت على تشكل هذه الغيوم. هذه الغيوم كانت بدون فعالية في عموم تلك المناطق، بينما ساد طقس صافي في باقي مناطق المملكة. تفاصيل أكثر حول انخفاض على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، هذه الخريطة توضح توزيع الأنظمة الجوية المتوقع خلال الفترة القادمة، ابتعاد الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت علينا خلال الفترة الماضية، يقابلها اندفاع لهذه الكتلة الهوائية المعتدلة القادمة من منطقة شرق أوروبا وأيضا شرق البحر الأبيض المتوسط. ستكون تعمل هذه الكتلة الهوائية على انخفاض في درجات الحرارة وأيضا ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية نتيجة لمرور هذه الكتلة الهوائية فوق المسطح المائي وهو البحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أكثر حول هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من الفترة الماضية ودرجات الحرارة المعتدلة، نستعرض وإياكم توزيع الخرائط توزيع الكتل الهوائية المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة. هذه الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت علينا خلال الفترة الماضية اندفعت وابتعدت باتجاه العراق وباتجاه شبه الجزيرة العربية، بالمقابل اندفعت هذه الكتلة الهوائية المعتدلة من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة. النهار اليوم انخفضت درجات الحرارة لكن بقيت أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، كما ذكرنا سجلت العاصمة عمان حوالي 30 درجة مئوية. يوم غد بإذن الله المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، يوم الخميس أيضا تسجل درجات الحرارة المزيد من الانخفاض والمزيد من الانخفاض أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع لتصبح الأجواء خريفية بامتياز خلال الفترة القادمة بالتزامن مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية، وبالتالي تتشكل الغيوم المنخفضة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 19 درجة مئوية أي طقس مائل للبرودة نوعا ما مع ارتفاع واضح في نسب الرطوبة السطحية حوالي 86%، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة بحول الله. يوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة 27 درجة مئوية كحرارة عظمى، 18 درجة مئوية كحرارة صغرى. يوم الخميس 27 أيضا إلى 17 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الجمعة المزيد من الانخفاض مع انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة 25 درجة مئوية، أما الصغرى 18 درجة مئوية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة في المناطق الجبلية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.